السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم راح أحكي عن موضوع مهم جدا بخص كل الأشخاص اللي عندهم جنسية سويدية وبلغوا سن 18 سنة من جديد، يعني هلا صار عمرهم 18 سنة. فهدول الأشخاص ممكن يتم دعوتهم للخدمة العسكرية الإلزامية بالسويد، فراح نحكي اليوم عن هذا الموضوع، فخليكم معنا. اهلا فيكم مرة ثانية، بعتذر أن نزلت الفيديو على اليوتيوب ورجعت حذفته، كان في خلل تقني، فهلا رح نرجع نعيد الشرح من أول جديد. طبعا أول شيء لازم أحكي إنه القانون السويدي تغير قبل حوالي سنتين، وصارت الخدمة العسكرية هي إلزامية بالنسبة للشباب والشابات اللي بلغوا سن 18 سنة، فهو للذكور للإناث مو بس للذكور. كان سابقا خلال فترة بين 2010 ل 2018 تقريبا أو 2015 كان الخدمة اختيارية، لكن صارت إجبارية بالسنوات الأخيرة. فهلأ حاليا كل شخص بلغ سن 18 سنة رح ممكن أنه يتم استدعائه للخدمة العسكرية الإلزامية في السويد. فرحنا نشوف نحن مزيد من المعلومات من خلال موقع وزارة الدفاع السويدي اللي هو forsvarsmakten.se. فمثل ما شايفين أول شيء حاطين نبذة عن الفامبليك اللي هو الخدمة الإلزامية باللغة السويدية، أنه كل مواطن سويدي ممكن يتم استدعائه عند الحاجة، طبعا هذا بيكون بأثناء الحروب، لكن حاليا بأوقات السلم بس اللي هني الشباب والشابات اللي بلغوا سن 18 سنة فهني اللي ممكن يتم استدعائهم لشيء اسمه جروند اوت بيلدنج، يعني تعليم أساسي بيتعلق بالخدمة العسكرية بشكل عام. كيف بيتم هذا الشيء؟ أول شيء لما الشخص بيتم عامه 18، يعني بصير عمره 18 سنة، فمع بداية السنة اللي هو بيتم فيها 18 بتجي رسالة أو بريد من هيئة التجنيد اللي هي اسمها Recruiting Myndigheten. هاي الهيئة تابعة للجيش أو القوات المسلحة السويدية. فالرسالة بتتضمن معلومات عن الحجد أو السوق إلى الخدمة، وكمان تضمن استمارة أو الاستبيان هاد اسمه Monsterings Underlog، اللي هو استبيان بيكون عن طريق الإنترنت، بيدخل صاحب العلاقة الشاب أو الفتاة اللي بلغوا سن 18 اللي وصلتهم هاي رسالة، فلازم إني يجاوبوا عن عدة أسئلة بتتعلق بمعلومات عنهم وعن صحتهم بشكل عام. بعدين بيتم بعد حوالي عدة أشهر فبيجي قرار من هيئة التجنيد إنه شخص صاحب العلاقة لازم يعمل عدة اختبارات نفسية وجسدية لاختبار مدى جاهزيته، وبعدين بيتم انتقاء عدد معين من الشباب والشابات، ما فيها عدد محدد، مو بضر الجميع يكون يتم استدعائهم. فهلا رح نشوف كل هاي المعلومات اللي بتهمكم. هلا نحن رح نجاوب مثل ما شايفين بالموقع حاطط عدد اسئله، الاسئله الشائعه يعني. اول سؤال هو لونج اير اوت بيلدنج، يعني شد مده هذه الخدمه او هذا التعليم؟ فالجواب هو مدته بين 6 أشهر حتى 15 شهر، هذا الشيء بيعتمد على المجال أو القسم اللي تم فرز هذا الشخص أو صاحب العلاقة ضمن الخدمة أو ضمن الجيش السويدي حسب المجال أو القطاع. كما نعرف الخدمة الإلزامية فيها مجالات واسعة جدا. هلا السؤال الثاني، كومر ألا سوم فيلر أرتون أور أتكالس فور أت يورا جرون أوت بيلدنج، إنه هل كل الأشخاص اللي بلغوا سن 18 رح يتم استدعائهم لهذه الخدمة؟ فالجواب إنه لا، رح يتم استدعاء عدد معين على التعيين طبعا، وهذا الشيء بيعتمد على إجابات الأشخاص اللي بتوصلهم اللي بيوصلهم رسالة الاستبيان. وإذا كان الشخص ما تم استدعائه ولكن هو بيحقق الشروط المطلوبة للالتحاق، فهو ممكن يتم استدعائه بوقت لاحق. السؤال اللي بعده، كوميريوغ بيهوفا أو بريتامينا يمناسيا تودير، إنه هل أنا رح أضطر أني وقف دراستي الثانوية في حال تم استدعائي للخدمة الإلزامية؟ رح نشوف الجواب نضغط على السؤال. كاتبين إنه لا، إنه لا ما في داعي إنك أنت توقف دراستك الثانوية في حال كان عندك دراسة، لكن ممكن تتم استدعائك أو تكمل الإجراءات بعد انتهائك من الدراسة الثانوية. السؤال بعده، هور بيدومس فيلكا سوم اير لامليغا، يعني كيف بيتم تقييم الأشخاص اللي هني مناسبين للخدمة؟ طبعا الخدمة بيتم هيئة التجنيد هي اللي بتقيم، سواء من خلال أجوبة الشخص نفسه لما بيجاوب على الاستبيان، وكمان من خلال يعني اهتمام الشخص والحافز اللي موجود عنده.
هلا وحتى كمان الاختبارات كمان بتلعب دور. السؤال اللي بعده هو مونغا اوتبيل داسفار يعور، انه كم شخص بيتم استدعائهم او بيتم تعليمهم او بيتموا هاي الدراسه. فكاتبين انه بهوفيت فاريرر فرون اورتل اور، انه الحاجه بتختلف بين عام للثاني. هلا السؤال اللي بعده هو هور يور يوغ ام يوغ انت بلير كالد من اندو فيليورا جروند اوتبيلنج، انه انا شو بسوي اذا كنت انا ما تم طلب الالتحاق لكن انا بدي اسوي هذا التعليم. فكاتبين انه بيقدر شخص يقدم طلب خاص عن طريق الموقع كمان موجود هون. السؤال اللي بعده كان يوفيت شتا ايفوش فاش ماكتن افتر جروت اوتبيلنج، يعني هذا السؤال بالنسبه للاشخاص اللي حابين انه يستمروا بالعمل بالجيش السويدي بعد هذا التعليم. فالجواب نعم بكل تاكيد، طبعا في اجراءات معينه لازم الشخص يتبعها، موجوده كمان المعلومات والتفاصيل بهذا الموقع اسفل السؤال. هلا السؤال كمان هون مهم جدا، واهيندر اوم يوغ فيل اوف بريتا اوتبيلنج، يعني انه شو بصير اذا الشخص بده يوقف، مثلا هو التحق بالخدمه لكن بعد كم شهر حب يوقف لسبب ما. فالجواب على سوم يونيفورر يونيفور جروند اوتبيلنج اي فوش فاش ماكتن وفاتس اوف لاجن اوم توتال فوش فاش بليكت، يعني كل الاشخاص اللي بيعملوا هاي الخدمه او بيلتحقوا بهاي الدراسه اللي بتتبع للجيش والقوات المسلحة السويدية هن مشمولين بقانون الدفاع العام. طبعا كل شخص عليه واجب انه يلتزم بهاي الخدمة، فبالتالي لازم يكون فيه سبب قاهر وسبب يعني او مبرر انه الشخص ما يكمل الخدمة سواء بسبب مرض او غيره من الاسباب. طبعا هذا الشيء هي القوات المسلحة هي بتتخذ قرار بشأنه. سؤال بعده كمان مرتبط بنفس السؤال السابق، لكن إذا الشخص هون عم يقولوا لنا إذا كان الشخص حب إذا تهرب الشخص من هاي الخدمة، فهون ممكن الشخص يتعرض لعقوبة، لأنه مثل ما حكينا إنه كل شخص أو كل شاب وفتاة بلغوا 18 هني واجب عليهم إنه يلتحقوا بهاي الخدمة، فبالتالي إذا كانوا هني تهربوا من الخدمة تم استدعائهم وتهربوا منها، ممكن يتعرض الشخص للغرامة أو السجن حسب الحالة. هذه كان تقريبا كل شيء، وطبعا هون في شيء او هون في معلومات مهمه كمان او معلومه اخيره مهمه، انه الالتحاق بهذه الخدمه وانجازها بعد ما الشخص ينتهي منها، انه هذا الشيء كمان باول سي في او السيره الذاتيه لصاحب العلاقه او الشاب او الشابه اللي التحقوا بهذه الخدمه وانجزوها، فممكن تقوي السيره الذاتيه تبعهم للحصول على عمل ممكن في وقت لاحق او شيء من هذا القبيل. هذا تقريبا كان كل شيء، بشكركم كثير على المتابعه، ولا تنسوا الاشتراك بالقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.